هذه أول مرة تحصل في تاريخ الكويت وفي تاريخ الحياة البرلمانية وفي تاريخ الميزانيات أن تصل ميزانية إلى هذا المقدار. في يوم واجهت فيه ميزانية الدولة رفضاً مسبباً بجموح أرقامها مؤسسة البترول وتجاوزات عقودها المثارة على صفحات الراي تنال كماً هائلاً من التنديد والوعيد. أسس مبررات وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة على ميزانية 10 جهات حكومية كانت قد نوقشت في الجلسات السابقة دون التصويت عليها، كما أعطي الضوء الأخضر لمقترح كان قد تقدم به عدد من النواب بإحالة مخالفات هيئة الشباب والرياضة التي أثيرت في الجلسة الماضية إلى لجنة حماية الأموال العامة. وإلى لجنة حماية الأموال العامة طلب عدد من النواب إحالة مخالفات مؤسسة البترول الكويتية، لا سيما المخالفة التي نالت نصيب الأسد اليوم من الحديث والمناقشة، وهي العقد الخاص بشركة شيل التي أثارته مرارا جريدة الراي حين كشفت تفاصيل العقد المبرم دون الرجوع إلى لجنة المناقصات. ربا بداح وتفاصيل الجلسة في التقرير التالي. هي جلسة للميزانيات خصصت في جزئيتها الصباحية للتصويت على 10 ميزانيات لجهات حكومية 10 قبل أن يترك العنان فيها لنقاش ساخن حول ميزانية الدولة الأضخم، ميزانية مؤسسة البترول الكويتية. إذن هي ميزانية مؤسسة البترول التي رفضها وسيرفض التصويت عليها غدا عدد كبير من النواب، فالمؤسسة مختطفة على حد قول النائب مرزوق الغانم الذي قال في مداخلته إنه لن يسمح والنواب بتغلغل سراق المال العام بالقطاع النفطي، كما لن يسمح على حد قول الغانم بعد اليوم بالسكوت عن عقود مليونية توقع بطريقة مباشرة دون العودة إلى لجنة المناقصات. كلام الغانم لم يكن يتيما في جلسة شن فيها نواب الأمة هجوما على وزراء النفط المتعاقبين لتمريرهم عقودا غير شرعية. هنا كانت وقفة للنائب خالد الطحوص تحدث فيها عن عقد شركة شيل النفطية والذي كان محل إثارة ومتابعة من جريدة الراي التي كشفت خيوط العقد وتفاصيلها على مدار أكثر من عدد، حيث أظهرت وفق تقرير لديوان المحاسبة إن العقد أبرم بطريقة مباشرة دون عرضه على لجنة المناقصات، وهو الأمر الذي يعد تعديا صارخا على القوانين. العقد المثار منذ أشهر في الراي استحوذ اليوم على اهتمام النواب في قاعة عبد الله السالم وخارجها بعد أن أحيل وتجاوزات أخرى إلى لجنة حماية المال العام البرلمانية للتحقيق والوقوف عند تفاصيله. اليوم يعني شعرنا بالأسى اليوم بعد ما ناقشنا هذه الميزانية المهمة لمؤسسة البترول وهي تعادل 97% من إيرادات الدولة. الوزير تحجج بأن تو جديد القياديين توهم متعينين، هذا الأمر مرفوض لأن هذه مؤسسة يجب أن تستمر بدون النظر إلى الأشخاص. هناك سياسة واضحة، اليوم وقعت أنا مجموعة من النواب على أن يكون هناك تحقيق نيابي فيما يتعلق بعقد شيل لقيمة 800 مليون دولار، وإن شاء الله بكرة سنكتمل وسيكتمل إن شاء الله المجلس النصاب وسنصوت إن شاء الله على هذا الأمر. مع زيادة إنتاج الكويت للنفط أن يواكب هذا عمالة وطنية مدربة واستقطاب لحملة الشهادات الثانوية والدبلوم والهندسة من أبناء الكويت. نحن ندعم هذا التوجه وسيكون موافقتنا للميزانية مرهونة بهذا الأمر. نواب آخرون توقفوا ماليا أيضا عند تجاوزات أخرى في المؤسسة والقطاع النفطي، ففي وقت هدد فيه النائب صالح الملا في القاعة باستجواب قد يولد ويعد لوزير النفط لوقف العبث في المؤسسة، قال النائب صالح عاشور للراي إن الوزير البصيري بات قاب قوسين أو أدنى من المساءلة السياسية. أنا أعتقد وزير النفط نتمنى له كل توفيق، ولكن بدأ بداية غير طيبة في القطاع النفطي ابتداء من تعيين القيادات النفطية
واضح هناك ضغط سياسي، واضح هناك محسوبية، كم هائل من التجاوزات والملاحظات الإدارية والفنية والمالية على ميزانية المؤسسة. هناك عدم ترضية من كثير من النواب واضح، وبالتالي أنا أعتقد فرصة كبيرة الوزير العطلة البرلمانية أن يقوم بعمل شيء، خصوصا سواء بالمناصب أو بالتعيينات وتوظيف الكويتيين أو بالنسبة للملاحظات لجنة الميزانيات. إن لم يقم أنا أعتقد بصورة واضحة في دوره هو والمؤسسة، أنا أعتقد الوزير في موقع صعب جدا. ومن الجلسة خرجت دعوات أخرى تحث الوزير على ضرورة الاستفادة من الملاحظات المقدمة في جلسة اليوم قبل فوات الأوان. نحن في غاية الأسف أن البلد تدار بهذا الشكل، ما أثير من ملاحظات وما أثير من إجماع نيابي حول القطاع النفطي يؤكد بأن السياسات المتبعة في القطاع النفطي هي سياسات غير صحيحة، ولن نقبل باستمرارها، وسنظل نحمل هذا الملف حتى نكوت جميع الوظائف في القطاع النفطي. ما لم تقدم المؤسسة مبررات واضحة على الأخطاء التي وردت في ميزانياتهم وأيضا الملاحظات التي ذكرها الإخوان في اللجنة، أنا أعتقد أنا شخصيا سأكون مع الناس الذين سيصوتون ضد إقرار ميزانية المؤسسة. وبعد هجمة نيابية وقف الوزير البصيري خلال الجلسة واعدا النواب بالأخذ بالتوصيات التي انبثقت عن تقرير لجنة الميزانيات بخصوص ميزانية مؤسسة البترول الكويتية. رباب بداح، الرأي. أحالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقريرها برفض الميزانية إلى مجلس الأمة، وهي الميزانية التي اعتبرها أكثر من نائب ميزانية مبالغ فيها ومؤشر خطير غير مسبوق نظرا للمبالغة في بند المصروفات. تم الانتهاء والحمد لله بإقرار الميزانية العامة للدولة. إقرار الميزانية العامة للدولة، كما تعرفون الميزانية كانت سابقا قبل التعديلات التي طلبتها الحكومة كانت 17,932 مليون، هذه الميزانية الأصلية. ثم بعد ذلك الحكومة أتت بتعديلات بمقدار 1,773 مليون دينار، مما يعني أن الميزانية وصلت حسب طلبات الحكومة إلى 19,705 مليون دينار، يعني ما يقارب 20 مليار دينار، وهذه أول مرة تحصل في تاريخ الكويت وفي تاريخ الحياة البرلمانية وفي تاريخ الميزانيات أن تصل الميزانية إلى هذا المقدار، وهي حقيقة ميزانية أنا أطلق عليها ميزانية مجنونة. يعني هذه الأرقام مؤشر خطير على تطور الميزانية، وخاصة التطور في الإنفاق الجاري وليس الاستثماري. الآن لجنة الميزانيات بالإجماع وبحضور كامل أعضائها السبعة تم رفض هذه الميزانية من الآن، وأقول لك بكل صراحة صح، يعني أعطيك كينونة ما في قلبي أنني سوف أرفض الميزانية العامة للدولة غدا. هذا واحد. الميزانية العامة للدولة غدا كارثة بكل ما تعنيه المقاييس. الإيرادات المقدرة 19 مليار، الإنفاق الجاري أو الإنفاق الاستهلاكي 88%، 12.5% فقط هو الإنفاق الاستثماري والإنفاق الرأسمالي. طيب من أين سوف يأتي النمو؟ حقيقة نحن نعلم بأن هناك أبواب مصابة بالتخمة الآن في الميزانية، وأن فعلا ميزانية البلد أصبحت مخيفة في هذا الشكل، لكن هي التزامات لدى الوزارات، لدى مؤسسات الدولة، لدى الجهات الحكومية. أعتقد إن كان هناك منطقية في يعني أن الميزانية وضعت تجاه هذه الالتزامات فلا بأس، أما إذا كان هناك ميزانية وضعت بغير ما تلتزم بالأبواب وعلى الأقل الخطة المرسومة لها، أعتقد شأن أعضاء اللجنة سيكون في رفض هذه الميزانية.